كيف تعمل دفتر رسم من أدوات عندك بالبيت؟ لقيت أجندة بالبيت قديمة غلافها قاسي، فشلت الورق اللي فيها وخليت الغلاف. طبعاً كنافة قرر ياخد محلي وصبحي بيسلم. بعديها أخذت قياس الورق تبع الأجندة وقصيت الورق وطعشته من النص. هلأ بتقدروا تستخدموا كياس من ورق عشان تعملوا هاي الصفحات. أنا استخدمت ورق إعادة التدوير وورق رز. بعدها جمعت كل 5 صفحات حطيتهم فوق بعض، جبت إبرة وعملت 5 خزق من فوق على الدفتر و5 خزق من تحت، وبنفس الوقت خزقت الورق اللي رح أخيطه على الدفتر. من بعدها جهزت الإبرة والخيط وبلشت أخيط في الدفتر. هاي أجندة قديمة كانت عندي واستخدمت ربعها وما خلصتها، فعشان هيك قاعدة عم بدمرها ومش كتير خايفة عليها. اكتشفت إن الورق تبع الدفتر مش بالضبط عقد الدفتر، فقصيت لزيادة. قررت أضيف ورق تجليد أحطه بين الورق اللي خيطته والورق تبع الدفتر. شو رأيكم؟ ما تنسوا تعملوا فولو عشان كمان معلومات ممكن تغير حياتكم للأبد.